أصدقاء سبيستون، اضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا جرس التنبيهات لتبدأ رحلتنا مع بيورن وباكي. عندما تمطر نقرأ أو نغني، كل يوم نكتشف أغراب الأشياء. بيورن وباكي دائما أفضل الأصدقاء. نحن بيورن وباكي، منزل الشارع. هذا رائع. أجل. هو يا أصدقاء، يجب أن نصنع سيارات السباق الخاصة بنا. أنا محق. أجل، وها قد انطلق. إنني أصنع أسرع سيارة بأقصى قوة وأقوى عزم دافع. ركزوا على خط النهاية، المحرك، الوقود، جهاز السرعة. رم. اضغط على المكابح. ماذا؟ لأننا لا نريد سيارة عادية، سيارة سرعة تسرب الوقود والعوادم. علينا تصميم نوع جديد من السيارات، سيارة تسير على وقود نقي صافٍ كالرياح مثلاً، ونريد أن نطفو عليها كالسحاب. ماذا؟ يجب أن تكون السيارة سريعة كالبرق، المحرك، الوقود، جهاز السرعة. نحتاج إلى تصميم سيارة سباق. سيارة الرياح ستكون سريعة جداً، فلنصمم سيارة تسير بقوة الرياح. استمعا يا صديقي، لما لا نصمم كلتا السيارتين وبعدها نجعلهما تتسابقان؟ ما رأيك؟ هل نتسابق؟ بالتأكيد. أجل، فليتقدم المتسابقان إلى خط البداية. على الجهة اليمنى سترونه بالخوذات الحمراء، باكي الرعد، في هذه السيارة القوية الجميلة، سيارة المزلاج باهظة الثمن، أسرع وأقوى سيارة سباق في العالم. وعلى الجهة اليسرى سترونه بالخوذة الزرقاء، بيورن الحر، بسيارته الجديدة والخفيفة والصديقة للبيئة، السحابة السريعة. والآن شغلا محركاتكما، تحضرا، استعدا، انطلقا. تناول الغبار خلفي يا فتى الرياح. ماذا تفعل؟ أنا أركب الريح كالرياح. فروم 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 فروم. أعتقد ربما فروم 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 فروم. هي لابد أنني أسرع دب في العالم. فروم ابتعدي عن طريقي أيتها الشجرة. هذا سيء، هذا سيء جدا. صخرة صخرة. باكي، هل أنت بخير؟ حسناً، أظن أنني بخير. تعرضت سيارتي السباقية الرائعة لاختناق كبير. لكن سيارتي صديقة للبيئة، محمية من الاختناقات. أظن أن الرياح قد توقفت. أريد مساعدة بيئية. يا للهول، لم يتمكن أحد من قطع خط النهاية يا أصدقاء. حسناً، إذا لم يكن هناك رياح فليس هناك سرعة. أتحتاج إلى بعض الرياح؟ حسناً إذن. باكي، ماذا لديك؟ مروحة، إنها تنفخ الرياح باتجاه واحد. مثل الرياح ربما، ومن يحتاج إلى الرياح؟ هل علي أن أقولها؟ فراني محقة، دعنا نعمل سوية لصنع الرياح. أجل، بالطبع، فراني، أنت عبقرية. لا أستطيع الانتظار لرؤية سيارة الرياح مع المحرك القوي وهي تعمل. وجه إلى اليسار. حاضر أيها القبطان.
نمشي نلعب نتسلى في البراري. عندما تمطر نقرأ أو نغني. أفضل الأصدقاء. أو يبتكران سيارة سباق قوية وفريدة من نوعها سوية. أفضل الأصدقاء. أصدقاء سبيستون، نتمنى أن تكون مغامرتنا لهذا اليوم قد أعجبتكم. اضغطوا زر الاشتراك لتشاهدوا حلقات بيورن وباكي الجديدة. أصدقاء سبيستون، اضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا جرس التنبيهات لتبدأ رحلتنا مع بيورن وباكي. نمشي نلعب نتسلى في البراري. عندما تمطر نقرأ أو نغني. كل يوم نكتشف أغرب الأشياء. بيورن وباكي دائما أفضل الأصدقاء. نحن بيورن وباكي. حكاية القرصان. فلنتجه إلى الوطن. زمجر قائد القراصنة وتم رفع راية الجمجمة والعظمتين المتقطعتين. النهاية. أجل. كان ذلك رائعاً. أريد أن أكون قرصاناً. وأنا أيضاً سوف أكون قائد القراصنة وأنتم أتباعي. لماذا تكون أنت القائد؟ سأكون أنا قائداً رائعاً. ها بيورن، يدك ليست مقطوعة لتكون القائد. سأكون قائداً رائعاً. لا، أنا القائد. لا، أنا القائد. أيها الدب السخيف. أيها الصبية، أيها الصبية، هيا كفى قتالاً. انظروا، لقد صنعت كعكة لذيذة. من يريد بعضاً منها؟ ثاني، ألا ترين أننا في خضم نقاش مهم؟ انظر إلى هنا يا بيورن. أنا قائد القراصنة وهذا كلام نهائي. حسناً، خذ سفينتك. ستكون لي سفينتي الخاصة. صبية. تشيكي القارب. جميل، رائع. أنا قائد قراصنة رائع، وأنا ملك البحار السبعة. من هناك؟ اقطعوا الأخشاب، ارفعوا حطام السفينة، تقدموا بأقصى سرعة. ماذا؟ ماذا تفعل هذه القارورة هنا؟ قارورة؟ ولكن من أين أتت؟ هناك شيء بداخلها. خارطة الكنز. خارطة كنز. يا لها من مفاجأة. دائرة عشبية. يوهو، شجرة صنوبر بدون أغصان. صخرة. باكي. أنا القبطان باكي ذو اللحية. هل أنت كذلك؟ أنا القبطان بيورن سيلفر، لدي ببغاء وخارطة كنز تثبتان ذلك. لا، أنا القبطان، خارطتي أفضل بكثير من تلك الخارطة المزيفة التي لديك أيها المزيف. سوف نرى، سأجد كنزي قبل أن تجد كنزك الوهمي يا باكي. أعرف أني سأجد كنزي قبلك. من المستحيل أن يجد الكنز أولاً بدون آلة كشف الكنوز خاصتي. حسناً، فلتجدي بعض الكنوز. أهو، كنز. أجل، ماذا؟ أو لا، لقد كان حجراً. أهو، لا، إنها مجرد حبة بلوط. أوه، رائع، هذا مذهل. أو لا، مجرد حبة فطر. حسناً يا تشيكي، وفقاً لخارطة الكنز، ما نحاول إيجاده يجب أن يكون في الجوار. اذهب وألقي نظرة. جد الكنز يا تشيكي، جده. هل أحضرته؟ هل وجدته؟ لا يا تشيكي، هذه فراولة. تابع البحث الآن. ليس هو، هذا توت بري. حاول مجدداً. لا، هذه حبوب البلوط. إنك آلة بحث عن الكنز، لست أداة بحث عشوائية. جد الكنز هيا يا عديمة النفع. حسناً، هل وجدت شيئاً ما؟ لا، وأنت؟ لا يا سيدي، المشكلة هي أن الخارطة الغبية غير نافعة. هذا صحيح، كلا خارطتينا غير نافعة. فتشت بجانب كل شجرة ولم أجد شيئاً. انتظر لحظة، انظر يا بيورن. باكي، هل هما نصفان لخارطة أكبر؟ إذن كنا نبحث بجانب الأشجار الخطأ.
ترى لماذا هذا السلم هنا؟ اصعد، سأثبته لك. يوجد شيء ما في الداخل. الكنز، لابد أنه الكنز. أوه، انظر يا صديقي، فطيرة. أظن أن هذا سبب تسميتنا بقراصنة الفطائر. نكتة جيدة يا باكي. يا صديقاي. ولكن ماذا تفعلين أنت هنا؟ انتظري، اسمعي يا فراني، لقد وجدنا كنزاً من فطائر القراصنة. لقد أعددت تلك الفطيرة، أردت أن ألعب لعبة القراصنة معكما، ولكنكما كنتما تتجاهلانني. لذا فأنا من رسم خارطة الكنز، كما أنني أنا من صنع الفطيرة. هذا رائع جداً، تبين أنها ألذ قصة قرصان على الإطلاق. أليس ذلك صحيحاً يا بيورن سيلفر؟ أجل، أنت محق تماماً بشأن ذلك يا عزيزي القبطان باكي ذا اللحية. ماذا حصل لفطيرتنا؟ هيا عد لنا الآن، هيا. أصدقاء سبيستون، نتمنى أن تكون مغامرتنا لهذا اليوم قد أعجبتكم. اضغطوا زر الاشتراك لتشاهدوا حلقات بيورن وباكي الجديدة. أصدقاء سبيستون، اضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا جرس التنبيهات لتبدأ رحلتنا مع بيورن وباكي. نمشي نلعب نتسلى في البراري، عندما تمطر نقرأ أو نغني. كل يوم نكتشف أغراب الأشياء. بيورن وباكي دائما أفضل الأصدقاء. نحن بيورن وباكي، رحلة إلى النجوم. بونغ 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 بونغ. انهض يا بيورن، إنها كارثة، انهض. بونغ بونغ بونغ. بيورن، لقد سقط أحد النجوم. ماذا تعني؟ أي نجم؟ أين سقط؟ اسمع، تعال معي، سأخبرك بكل شيء على الطريق. هيا. كنت تحدثني عن صيد النجوم، صحيح؟ حسناً، اسمع، لقد كنت في الغابة هذا الصباح. كنت أمشي عندما بام، سقط نجم ساطع، ساطع جداً. كنت قريباً جداً، لم أستطع تصديق ذلك. هنا، لقد وصلنا. ها؟ أتدرك كمان الوقت مبكر؟ انظر إلى هذا، أليس فعلاً رائعاً؟ إنه نجم حقيقي. أعلم، هذا ما كنت أقوله. والآن علينا أن نعيده إلى الفضاء الخارجي. من يدري، قد يكون جزءاً من أحد الأبراج أو شيئاً كهذا. ولكن باكي، الفضاء بعيد جداً، كيف سنعيد النجم إلى هناك؟ سوف نبني سفينة فضائية. بناء الصواريخ في غاية السهولة. لو سمحتما، أفسح الطريق، يمر عبقري ثمين من هنا. صديقاي، أقدم إليكما العربة الفضائية الصاروخية الرائعة التي تقتحم الفضاء اللامتناهي. التصفيق سيكون مقبولاً. ألا تحلق الصواريخ إلى الأعلى عادة؟ صحيح، هذا يشبهه أكثر. هذا هو صاروخنا، ما علينا سوى بنائه الآن. فلنبدأ العمل. يمكننا فعل ذلك، إنه ليس علم الصواريخ، ولكنه كذلك. مرحبا يا صديقي، هل رأيتما؟ أوه، فراني، مرحبا، أيعجبك صاروخنا؟ مرحبا فراني. إنه كبير، أين الباب؟ إنه هناك. علينا إعادة النجم قبل غروب الشمس. حسناً، في تلك الحالة أظن أن علينا أن نسرع. ابدأ العد التنازلي. خمسة، أربعة، ثلاثة،
كم؟ 1 3/4 0.5 الآن! ربما كان علي الذهاب إلى دورة المياه أولاً. هل فعلناها؟ لقد فعلناها بالفعل! إننا دبابة فضائية! بوام 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 بوام! إنه رائع جداً! إذاً هكذا يبدو الفضاء! كنت أظن أنه أطول! إذاً هل نعيد النجم الآن؟ قلت النجم وليس تشيكي يا صديقي. إنه خطأي، لقد أخطأت بالرافعة. هذا جميل جداً. نجم مضيء، نجم صادع. نأمل أن ما فعلناه أمر صالح. الآن وقت العودة إلى المنزل. اعتني بنفسك أيها النجم الصغير الجميل. تمنى أمنية. أجل، لقد كان يوماً رائعاً. يا له من يوم مريح. ماذا؟ فراني، ماذا هناك؟ لقد أضعت قرطاً في مكان ما في الغابة ولم أتمكن من إيجاده. كيف يبدو شكله؟ سنساعدك على إيجاده الآن. إنه كهذا القرط، لامع وعلى شكل نجم. يا للهول، أعتقد أن نجمك واحد من النجوم التي في الأعلى. حقاً؟ أين؟ في السماء، لقد أخذناه إلى هناك بصاروخنا. احذري الآن، أصبح هناك برج للأقراط. حسناً، أظن أنه من الرائع أنه سيلمع في السماء المظلمة. يجب أن نضع هذا في السماء أيضاً. غداً سنطير سوية ونضعه بجانب القرط الآخر، ما رأيك؟ سيكون ذلك رائعاً. أصدقاء سبيستون، نتمنى أن تكون مغامرتنا لهذا اليوم قد أعجبتكم. اضغطوا زر الاشتراك لتشاهدوا حلقات بيورن وباكي الجديدة. أصدقاء سبيستون، اضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا جرس التنبيهات لتبدأ رحلتنا مع بيورن وباكي. نمشي نلعب نتسلى في البراري، عندما تمطر نقرأ أو نغني. كل يوم نكتشف أغراب الأشياء. بيورن وباكي دائما أفضل الأصدقاء. نحن بيورن وباكي. قاهر التنين. كان يا مكان في غابة بعيدة جدا، انطلق مقاتلان شجعان لإنقاذ الأميرة من براثن التنين المخيف. كان اسمهما الفارس بقسلة الشجاع وبيورندالف الكبير، وهذه هي حكايتهما. هذه آثار جديدة للتنين. من الجيد أنني شجاع جداً. كانت الأميرة الجميلة تعيش في قلب الغابة في برج موحش بارد، والذي كان التنين يحرسه ليلاً نهاراً. الأميرة هنا أيها الفارسان، وقد علم بطلانا أن عليهما التصرف. سوف أبني برجاً للهجوم، وأنت تسلل من الخلف واخترع بعض المطر. هيا أسرع. لا، دعنا نحفر حفرة ونجذب التنين إليها ثم نرميه بها، ما رأيك؟ لا وقت لذلك، يجب علينا أن نتصرف الآن. اتفقا بمصافحة نبيلة. حسناً، هذا وذلك وذاك يجب أن يكونوا مناسبين ويصنعوا منجنيقاً أوتوماتيكياً متطوراً. وفي تلك الأثناء في مكان آخر من الغابة. أيها المطر، مطر، مطر، لا تسبب لنا الخطر واهطل يا مطر. الجاف. هذا ليس صحيحاً أبداً. إخفاء التنين فوراً. ما هذا؟ إنها سمكة؟ أين اختفى سيفي؟ أوبس، سيد بك
أكسلوت، أنا آسف جداً يا صديقي، ربما يكون لديه حساسية من المأكولات البحرية. لم يكن لدى الأميرة فكرة عما كان يفعل منقذاها. بيورندالف الحكيم، حول هذه العصا بسحرك إلى رمح. أها، سمعتك. حسناً، أيتها العصا، تحولي إلى شيء آخر. حسناً، هذا سيفي بالغرض. وبكل شرف الفرسان لدي، اهرب! وقد احرج الفارس الشجاع والساحر الحكيم نفسيهما مجددا. اهرب! من اين اتت هذه الحفرة؟ انا حفرتها، لكنها ليست حفرة، انها فخ للتنين. رائع، والآن سوف يأكلنا التنين. وبعدها حدث أمر غير متوقع. ولكن ماذا تفعل؟ ألن تأكلنا؟ هل يبدو أن مذاقنا سيء لهذه الدرجة؟ أنا سعيدة لأن التنين خاصتي أنقذكما. الأميرة، كنا نظن أنك بحاجة إلى المساعدة، كنت تصرخين طلباً للمساعدة. أجل، أحتاج إلى مساعدتكما، لقد داس التنين المسكين على كرة شوكية ولا يمكنني انتزاعها. سيكون شرفاً كبيراً لنا أن نساعدك أيتها الأميرة الجميلة. يا بيوندورف الحكيم، بعض المساعدة؟ قاموا حفلة رقص كبيرة، وهذه نهاية القصة. أجل، فلنذهب ونلعب لعبة الفرسان. سأكون الفارس باكسلت الشجاع، وأنا سأكون الساحر العظيم والحكيم، لكن سحري سيعمل هذه المرة. حسناً، إذن سأكون الأميرة. يجب أن تكون التنين. لو كنت التنين فسأشوي بعض الفرسان. حسناً، يمكنك أن تكوني الأميرة في البرج. فلنذهب، المغامرة بانتظارنا. آمل أن تتضمن المغامرة بعض الوجبات الخفيفة. أصدقاء سبيستون، نتمنى أن تكون مغامرتنا لهذا اليوم قد أعجبتكم. اضغطوا زر الاشتراك لتشاهدوا حلقات بيورن وباكي الجديدة. أصدقاء سبيستون، اضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا جرس التنبيهات لتبدأ رحلتنا مع بيورن وباكي. نمشي نلعب نتسلى في البراري، عندما تمطر نقرأ أو نغني. كل يوم نكتشف أغراب الأشياء، بيورن وباكي دائما أفضل الأصدقاء. نحن بيورن وباكي، رحلة إلى الشمال. هذه هي الحياة. يوم جميل يمر بنا. الأجمل، الجو حار جدا. يوم رائع، صحيح؟ رائع جدا. حار جدا. يوم مثالي. الأفضل. حار شديد. بيورن، ما بالك؟ بالطبع إنه حار، فهذا فصل الصيف. ولكن الجو بارد في الشمال طوال السنة، جميل وبارد، وجبال الثلج في كل مكان. يا ويلي. إذن يجب أن تذهب في رحلة إلى الشمال. فكرة رائعة، رحلة إلى الشمال. ولكن الطريق طويل، علي تحضير أمتعتي. سوف نساعدك على تحضير الأمتعة. ثق بي، أنا خبير في كل شيء. أتعلم يا صديقي؟
الشمال يقع في الشمال أكثر، إنه أبرد وأكثر عزلة وأكثر خطراً، تحتاج إلى ملابس دافئة ومؤن أكثر، ولا أدري، مثلجات ثلجية. لا يجب العبث مع الشمال يا صديقي. أوه، أنا بخير. باكي، لست متأكداً حيال القيام بالرحلة. أنا معك يا صديقي، لن تذهب إلى أي مكان قبل أن أدربك. انتظر وحسب. انتظر، سأكون معك حالاً. تحدثا قليلاً. كدت أنتهي. آمل أنكما متحمسان، لأن هذا سيكون أمراً شديد الروعة والبرودة. اسمعاني، من دواعي سروري أن أقدم إليكما الآن برنامج التدريب الفريد الذي يشبه القيام برحلة إلى الشمال. شكراً لكم، شكراً لكم، شكراً جزيلاً. واو، لست متأكداً من كل ذلك باكي. لا تقلق، ستكون بخير. هيا بنا. قد تهب في أي لحظة برياحها العاتية وثلجها الكثيف وقوتها الساحقة. العاصفة الثلجية الشمالية، أشعر بالبرد القارس، أشعر بالفرو البارد المتجمد. يلفح وجوهكم. حاولوا تثبيت أقدامكم على هذه القطع الثلجية الزلقة المتكسرة في البحر. ما هذه الأشياء يا باكي؟ لست متأكداً، ولكن الشمال لا يمكن توقعه. لن تعرف ما قد يفاجئك الشمال به. جذوع أشجار متدلية في كهوف ثلجية، ذلك ممكن. ولا تنسى الجبال الشمالية المخيفة والكبيرة والمغطاة بالثلج والتي لا تعد، حيث تتحد الجاذبية والفيزياء والهندسة لتأخذك في قفزة ترعب القلوب وتجعل فروك يقشعر خوفاً. النجدة! باكي، لست متأكداً من أنني سأذهب في رحلة إلى الشمال. بالتأكيد، لا تقلق، فبفضلي أصبحت الآن جاهزاً تماماً لرحلتك إلى الشمال. حسناً، أظن أني سأذهب. جيد، رحلة آمنة. حافظ على دفئك والتقط صوراً كثيرة. إذن إلى اللقاء. أجل، أرسل لنا رسائل بريدية. ربما يمكنك البقاء هنا بيار. هل هذا خيار متاح؟ بالطبع يا صديقي، ماذا يوجد في الشمال ولا يوجد لدينا؟ جبال جليدية، ثلج، بطريق، تجمد الأطراف، لدينا كل هذه الأمور. في الحقيقة، لما تريد الذهاب أساساً؟ لم أرد الذهاب مطلقاً. مرحى، بيورن سيبقى. والآن لديك قطبك الشمالي الخاص الذي يمكنك مشاركته مع أصدقائك بوجود بطريقك الأصفر الخاص. باكي، أتعلم أن البطريق يعيش فقط في القطب الجنوبي؟ لا يوجد بطريق، هذا نوع من الخداع. هاي، انتظر، إذا لم يكن لديك بطريق فماذا لدي؟ بالتأكيد ليس لدي روث البطريق. أوه، الآن إنه أمر إيجابي. أصدقاء سبيستون، نتمنى أن تكون مغامرتنا لهذا اليوم قد أعجبتكم. اضغطوا زر الاشتراك لتشاهدوا حلقات بيورن وباكي الجديدة.